تعالى. خبطتين عليك يا ايتم، في ايه؟ تعبانه قوي. لا الف سلام عليك طبعا. وبعدين ما اقول هتتعبي وانا موجود. ايه هو مفيش رجاله في العيله ولا ايه؟ سامح. اشمعنى سامح؟ مش احنا كنا متفقين انك تخلصني منه؟ اه، وانا ما رجعتش في كلامي. فين ده بقى؟ انت عارف احنا بقالنا قد ايه متكلمين في الموضوع ده؟ ايوه ايتن، انا وعدتك وعندي كلامي زي ما قلت لك، بس يعني كنت مستني الوقت المناسب، اشاره منك كده. انت شكلك نسيتني اصلا.